كنت تعرف على طريقة كيفية حل مشكلة تفعيل عند التجاهل على تطبيقكم تيليجرام. قم بالتخطون على تطبيق تيليجرام، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الإعدادات، من ثم سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا على البيانات والتخزين، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا عند التجاهل. وهنا بهذه الطريقة نكون قد قمنا بتفعيل عند التجاهل. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.